السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم غادي نصوبو معكم الكوكيز. كيجي زوين بزاف، كيجي مقرمش. غادي نصوبوه بالشوفان ودقيق القمح، ما فيش قاع الطحين، وكيجي زوين بزاف. نصوبو الأطفال ديالنا، هذا هو وقتو الدخول المدرسي، يفطروا به في الصباح مع كاس حليب. بسم الله نبداو على بركة الله. عندي هنا 250 غرام، عفوا 125 غرام ديال الزبدة، مع نصف كاس ديال الزيت، مع جوج حبات ديال البيض، كيس ديال الفاني، معلقه صغيره ديال البيكربونات الصودا هذه، وكاس ديال السكر البني. انا عندي هنا كانت السكر كان عندي هنا مخلط، واحد حبته غليظه شويه، واحد رقيقه، وجمعته. واحد رشه ديال الملح، و250 غرام ديال الشوفان، وكاس ديال دقيق القمح. انا عندي هنا جوج كيسان، كاس خليته في الكاس وكاس اخر درته في الزلافه. غادي نشوف واش يقدني الكاس ولا ما يقدنيش. غادي نزيد، غادي نخوي هذاك السكر البني. قلنا كاس، اللي ما عندوش السكر البني يقدر يدير السكر سنيده عادي. غادي نزيد على هذوك جوج حبات ديال البيض، وغادي نزيدو عليه الفاني، كيس ديال الفاني. تقدروا ديروا فاني سائله، واحد رشه ديال الملح ضروريه، ونصف كاس ديال الزيت. صافي، غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان حتى نحصلوا على كريمه بحال هكذا. وغادي نزيدو الشوفان، قلنا 250 غرام ديال الشوفان. خصو الشوفان يكون هذاك الرقيق اللي كيكون مهرس، ما ديروش هذاك اللي حبتو غليظه. ونزيدو هذيك البيكربونات الصودا، قلنا معلقه صغيره، اللي ما عندوش يدير خماره ديال الحلوه. وغادي نزيدو هذاك الكاس ديال الطحين ديال القمح، انا غادي ندير هذا الكاس وغادي نشوف واش نزيد ولا ما نزيدش، حسب البيض. ولا كانت الحبه ديال البيض كبيره غادي تهز لك تقريبا جوج كيسان، ولا كانت الحبه ديال البيض صغيره غادي تهز لك تقريبا واحد كاس وجوج معالق ديال الطحين هكذا. انا غادي نزيد واحد شويه، تقريبا واحد جوج معالق هكذا. صافي، وغادي نزيد هاد حبوبات الشيكولا. انا الشيكولا قطعتها، ما ذكرتهاش معكم في الاول، كانت عندي في المجمد، كنزيدو حتى الاخير كتكون بارده. صافي، وكان نكوروها وكنستفوها في اللاطا، كتكون مفرشه بالكاغ ديال الزبده. كنبسطوها واحد شويه لحقاش غادي تزيد تسيح من كنتض من بعد ما تدخل الفران، لحقاش فيها البيكربونات، البيكربونات الحلوه كتسيح ما كتبقاش قابضه راسها. وما نبسطوهاش مزيان باش ما تجيش رقيقه بين وبين. ولا بغيتو الحلوه ديالكم تجي مقرمشه شويه بسطوها، ولا بغيتوها تجي معلكه من الداخل خليوها هكذا، ما تبسطوهاش بزاف، خليوها هكذا شويه غليظه. صافي، ومن الفوق غادي نزيد هاد حبيبات الشيكولا كندخلوها للفران طيب حتى تقبض راسها. من نحسو بها نشفت كنهودوها تحمر. صافي، وكنحيدوها. صافي، غادي نبقى على هاد الطريقه حتى نكمل كامل الحلوه ديالي، وغادي نوريها لكم كي كتجي من بعد ما طيب. كتجي بحال هكذا الحلوه، كتجي محمره من التحت ومن الفوق، ما نفوتولهاش الطياب باش ما تيبسش معنا.
اللي كيبغيها مقرمشه قلنا يخصو يرققها واحد شويه. صافي غادي نحيدها ونخليها تبرد ومن بعد نوريها لكم في صحن التقديم. حلو الكوكيز ديالنا بالشوفان كيجي بحال هكذا، من بعد ما تبرد كتجي قرمشه في الاولى من كتحيدها كتكون رطبه بزاف، ولكن من كتبرد كتجي هشيشه كتجي زوينه بزاف وغادي تعجبكم وتعجب الاطفال ديالكم. يفطروا بها هكذا في الصباح مع كاس حليب. هاي نتمنى يعجبكم فيديو اخر ان شاء الله. يا بسلام عليكم في وصفة اخرى ان شاء الله.